أعود مرة أخرى إلى الدكتورة إيمان، كيف يمكن دمج هذه الفئة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في المجال الفني والرياضي أيضا؟ احنا المجال الفني ليه عامل السحر ده في رأيي، القوة الناعمة. لازم يكون في دور للأشخاص ذوي الإعاقة، في سواء ان هم يقوموا بجميع الأنشطة الفنية او ان هم يدمجوا في حياة ثقافية، مراكز الشباب، مراكز الثقافية، النوادي، الأندية مهمة جدا، الأماكن العامة، الاستوديوهات. احنا عندنا مذيعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، عندنا في المحور تجربة ناجحة، عندنا في دي ام سي عندنا برضو تجربة ناجحة في الإذاعة، في كمذيعة في الإذاعة المصرية الحقيقة في تجارب في ناجحة جدا جدا ونماذج ناجحة. رئيس الإذاعة المصرية كان من ذوي إذاعة القرآن الكريم، كان من ذوي الإعاقة. فإحنا خلينا دايما نقول إن تواجدهم في المهرجان السينما الأخير القاهرة السينمائي الدولي، صحيح، كنا موجودين كلنا، استقبلنا النجم الكبير حسين فهمي وأصر إن هو يدخل على الريد كاربت مع الأبطال بتوعنا عشان نقول هم موجودين، هم معانا، مفيش انعزال، هم قدراتهم تسلط عليهم الضوء. وزي ما قلنا الرياضة ليها عامل السحر أيضا، الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان المجلس القومي أشخاص ذوي الإعاقة اللي أشرف برئاسته، أول حاجة عملناها في أول السنة دي هو مؤتمر كبير حضره وزراء الشباب والتضامن لمناقشة تأثير الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكرمنا الأبطال البارالمبيكس كلها ميداليات ذهبية وميداليات فضية، وكرمنا الأولمبياد الخاص. احنا لازم نتواجد في هذا المجتمع. المجلس كمان الحقيقة بيسعد جدا انه عامل السفراء لينا من الفنانين زي الأستاذ سامح حسين، زي المنتج الكبير هشام سليمان. ليه؟ عشان دورهم كبير، لازم يكونوا داعمين للولاد بتوعنا ويبقى في فرص. طيب دكتورة، يعني كيف تقيمي نظرة المجتمع الآن لذوي الهمم؟ يعني هل أصبح لدينا في المجتمعات العربية وبشكل صادق ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم ليس فقط بشكل أفضل ولكن بشكل صحيح؟ حضرتك بتلمسي نقطة مهمة جدا، التعامل وآداب التعامل، بروتوكول الإتيكات، كيف يتعامل مع الإعاقات المختلفة. اللي بيستعمل كرسي متحرك لابد أن ينظر إليه في مستوى الارتفاع بتاعه. مثلا الإعاقات البصرية لازم يكون في وصف للمكان حواليه، ما نغيرش أماكن الحاجات قدامه، لأن ده نوع من التعامل، بروتوكول التعاون. كمان لغة الإشارة، إن احنا نتواصل بلغة الإشارة مع الإعاقات السمعية، نتعلم لغة الإشارة. كل اللي بقوله لحضرتك ده المجلس بيعمل ليه ورش تدريب لمقدمي الخدمة، لسه عاملين في وزارة العدل، في النيابات، في اليونيسف، بعاملين تعاون معهم عشان ازاي نعمل غرف صديقة للأطفال ذوي الإعاقة في الأماكن المؤسسات الرعاية، كيفية التعامل، الاحترام. الكثير من ذوي الهمم يتساءلون حول لماذا لا تنتشر لغة الإشارة وخصوصا في الأعمال السينمائية والدرامية وبشكل أكبر. يعني لغة الإشارة أيضا ربما البعض يقترح أنها تكون يعني مفعلة داخل المدارس، مهمة، منتشرة بشكل أكبر من خلال حملات توعية أو من خلال السوشيال ميديا، نوع من أنواع تطويع التكنولوجيا. ده حصل بالفعل، احنا بنعمل طبعا ورش تدريبية والحقيقة نجحنا فيها جدا. يعني بنعلم لغة الإشارة لموظفين الحكومة،
عشان يقدروا يتعاملوا مع فئة الصم. كمان عملنا لغة إشارة بالنسبة للإعلاميين، عملنا تصحيح المصطلحات والآداب والتعامل. زي إيه يا دكتور؟ تصحيح مصطلحات زي إيه؟ وسائل توعية. احنا بنستخدم كلمة أعمى مثلا، وده خطر خطير جدا، لأنه هو ده مصطلح لابد أن يندثر، هو اسمه الكفيف أو اللي عنده إعاقة بصرية. كمان ما نستخدمش كلمات زي الأعرج، ولا نستخدم كلمات زي الأخرس، كلها طبعا حاجات لازم تندثر، وإحنا بنعمل توعية ليها. محتاجين زيادة توعية في المجتمعات، هو ده التحدي الأكبر.